أنا أبدع، فقرة الإبداع للشباب والأطفال في أنا أبدع. واليوم معنا المبدعة ريتاج طرابلسي التي حضرت معنا الأسبوع الفارط في أنا أحلم، واليوم تعرفون قيمة الحلم في تحقيق الإبداعات. سوف تقدم لكم إبداعات من أجمل ما يمكن. وأيضا معنا الأستاذ عبد المجيد فرحات، الأديب المتميز. صباح النور. صباح النور، أهلا وسهلا. متى دائما تنيرنا بحضورك، وأيضا ريتاج كذلك نحييك، أهلا بك معنا. أهلا ميسي، شكرا. إذن ماذا اخترت أن تقدمي لنا؟ اخترت قصة عن الواجب المنزلي. نعم تفضلي. كنت تلميذة في سنوات المدرسية الأولى، كنت في السنة الثالثة بالمدرسة الابتدائية. كان الهاتف الجوال يملأ الدنيا حديثا وتباهيا. توسلت لوالدي أن يشتري لي هاتفا جوالا، فاشترط علي حسن النتائج. لبيت شرطهما، فكنت الأولى في أول بطاقة أعداد، وحل الضيف بين يدي. يا لها من فرحة ويا له من حدث، شاع الخبر بين الأهل والأصدقاء. ومضت الأيام، لقد انفصم حبل الحديث مع أفراد العائلة، وصرنا في المنزل كالغرباء. غابت عني أخبار الحي ومشاغل الأب التي كان يرويها، وبرامج أم التي كانت تعلن عنها وتستشير فيها. لقد سيطر علي الشعور بأنني في جزيرة معزولة. كانت أمي تسألني: ماذا تجدين في هذا الجهاز الذي استحوذ عليك؟ وكنت أجيبها دائما: إنه العالم بين يدي يا أمي. كانت أمي تثق بكل ما أقول، ما كذب لي قول قلته، ولا شكت هي يوما فيما أقول. وحان موعد بطاقة النتائج الثانية. كانت عادة العائلة أن نحتفل بكل نجاح يحدث، وأن نستعذب طعم كل انتصار يتحقق. ويا للمفاجأة، لقد تدهورت نتائجي وتأخرت مرتبتي. انتابني شعور بمرارة الفشل، وحز في نفسي ألا أرى بريق الفرحة يومض في أعين والدي. إنه بريق مسلوب سلبته آلة الهاتف. نعم. كنت أنتظر عتابا قاسيا من والدي، لكنها مفاجأة ثانية. لقد خاب توقعي، لم تغضب أمي ولم يعاتبني والدي. أذكر أن أمي قالت لي بصوت دفيء هادئ: لا حرج يا ابنتي. وأذكر أن والدي أسدى إلي حكمة قائلا: لكل جواد كبوة. وأضاف: ليس الفشل أن نسقط، ولكن الفشل أن نمكث حيث سقطنا. يا له من موقف ويا له من درس. ما أنت فاعلة أيتها الصبية، كيف تردين الجميلة، وكيف ستجيبين عن سؤال الرفق والحنان والتسامح. انقضى العام الدراسي، وكانت المفاجأة الثالثة بطاقة أعداد محصل العام الدراسي. كنت في المرتبة الأولى في قائمة كل تلاميذ المدرسة، وانطلقت مركبة قصتي في الحياة. نعم، جميلة جدا هذه القصة ومليئة بالحكم. وطبعا ليس الفشل أن نسقط. نعم، أنت تستحقين التحية. وكما قلت، الفشل هو أن نمكث حيث سقطت، وفعلا هذا الموضوع هام جدا. والهواتف أو الحواسيب أو اللوحة الرقمية يجب أن نستغلها في كل ما هو مفيد، ونحاول استثمارها في القراءة أو في الاستماع إلى مسلسلات وأفلام مفيدة وهكذا. وأيضا الأباء والأمهات يجب أن يشرفوا على الأطفال ويحددوا لهم وقتا معينا لاستخدام الهواتف، ويكون ذلك نظير التميز في الدراسة والتميز في يعني التميز على مستوى السلوك العام. طبعا يهمنا أن نعرف آراء الأدباء. أستاذ عبد المجيد فرحات، ما هو تعليقك على هذه القصة؟ أول قول في هذه القصة أن الفكرة
كانت فكرة رائعة. نعم. هذه من القصص التي تبنى على الفكرة. هناك قصص تبنى على المكان، قصة تبنى على الزمان، قصة تبنى على الشخص، قصة تبنى على الحدث، لكن هذه القصة هي قصة انبنت على الفكرة. نعم. الفكرة رائعة جدا، والفكرة هي من مشاغل أطفالنا اليوم، ومن مشاغل شبابنا، ومن مشاغل المجتمع. كيف استحوذت آلة الهاتف الجوال وهذا العالم الرقمي وهذه البيئة الرابعة، ما هي أثارها الإيجابية وما هي أثارها السلبية؟ بالخيال بالسرد تمكنت ضيفتنا اليوم ريتاج من نسج قصة رائعة وفيها رسالة قوية للغاية، فيها عديد الرسائل يا ميساء. نعم. أولا وقبل كل شيء، كيف نتعامل مع أبنائنا؟ نعم. يعني الكاتبة الصغيرة الكبيرة في حجم عملها، الصغيرة في سنها، قدمت لنا تصورا رؤية، وهي رؤية الأطفال، كيف يمكن أن يتعامل الأباء مع أخطاء أبنائهم. ثانيا، صورة الطفلة في حوارها الباطني، قالت كيف أرد الجميلة إزاء هذا التسامح، إزاء هذا الرفق من الوالدين، وكان الرد رائعا في غاية الروعة. يا لها من قصة متميزة. نعم، دائما يكون هناك توازن بين استخدام التكنولوجيا في الثقافة وأيضا قراءة الكتب بالورقية، لأن في تقليب الورق نكهة خاصة، والأستاذ عبد المجيد يعرف هذا جيدا. نعم. ويحب قراءة الكتب الورقية وأيضا يشجع على استخدام التكنولوجيا. أيضا أود أن أوجه رسالة كتعليق عن هذه القصة للأباء والأمهات. دائما الأبناء يقتدون بكم، فلا تحاولوا أن تجبرهم على عدم استخدام الهواتف وأنتم أنفسكم تجلسون أمام الحواسيب والتلفاز لمدة طويلة. وأيضا احتفلوا بالنجاحات والانتصارات كما قالت ريتاج، حتى تشجعوا أبنائكم على مزيد من التألق. بالضبط أستاذة ميساء. شكرا. يعني المطلوب بالنسبة إلى الأولياء في هذا الموضوع، في هذا الغرض، أن يتيحوا فرصة المراجعة الذاتية لأبنائهم، كيف يراجعون سلوكهم بمفردهم. يكفي أن تشير عليه بموطن خطأ أو بمحذور من المحاذير حتى تتيح للطفل أن يراجع نفسه في سلوكه وأن يقوم منها. وهذا يعني هذان الأبوان في هذه القصة نالا بالرفق ما لا ينال الآباء بالقوة. إذن هذا الرفق كان له عميق الأثر في نفس السارد، في نفس بطل القصة، هذه البطلة الطفلة التي تمثلت رسالة الأبوين وردت الجميلة ردا رائعا في مستوى ما كانت تنتظر هي وما كان ينتظر أبواها. والقصة في النهاية مفتوحة، قالت وبدأت قصة النجاح أو وبدأت قصة الحياة. هكا ريتاج الجملة الأخيرة، وانطلقت مركبة النجاح في اقرأي وانطلقت مركبة قصتي في الحياة. وانطلقت مركبة قصتي في الحياة. يا لها من عبارة ويا لها من آفاق مفتوحة على الخيال وعلى تمثل ما يمكن أن يتحقق من قبل هذه الطفلة، هذه البنية. نعم، وإن شاء الله يعني ستعبر هذا البحر وتبلغ الشاطئ وتكون من أفضل الأدباء الذين عرفهم التاريخ. أيضا هذه رسالة أخرى قالتها ريتاج، أن العنف لن يفيد مع الأبناء. حينما يريد الأب كسب التميز لأبنائه والتفوق، لا يجب أن يربط التميز في الدراسة أو الاستخدام الجيد للهواتف بالتعنيف، لأن هذا سيكون له أثار سلبية، ستكون له عفوا أثار سلبية على الحياة وعلى الدراسة، وإما أن يخلف أمراض جسدية أو أمراض نفسية. لهذا نحن نشجع على العلاقة الحميمة والعلاقة التي يكون فيها تقارب بين الأب وابنه. نعم مستمع. هناك رسالة أظن أن الوقت يكاد ينقضي، ورسالة واضحة
ترشيد استخدام الهاتف الذكي طبعاً. واستخدام الحاسوبي في باب الإبحار لنبحر في عالم المعرفة وعالم الجمال. ننطلق بمركبة الحاسوب. نعم يعني القضية قضية الترشيد هو نهر من المعرفة. نعم. يعني الانترنت نهر بحر ولذلك نقول فهو يبحر بحر من المعرفة مورد أثيل لا ينقطع شرط أن نحسن استخدامه وأن تكون وجهتنا في الإبحار وجهة البحث عن المعرفة والبحث عن الجمال الراقي. القضية يعني نحن نهدر أوقات يعني ثمينة ونحن في اللا شيء. هناك اللا شيء وهناك المكنونات وهناك الدرر الثمينة في الانترنت. اللا شيء هو أن نضيع أوقاتنا في حوار لا معنى له وفي متابعة أشرطة أو سخيفة. منشورات سخيفة نعم. ومنحرفة. يعني القضية هي قضية حسن استخدام ومراقبة من قبل الأباء أيضا نعم. لما يشاهده الأبناء حتى نعم. نستطيع توجيههم. أستاذ عبد المجيد يعني هل لديك يعني بعض النصائح بخصوص هذه القصة التي كتبتها ريتاج ربما يمكنها أن تستفيد منها لتطور أسلوبها في الكتابة؟ أقول صدقا هذه القصة جديرة بالنشر. نعم. جديرة بالنشر وأنا أفكر في إهداء ريتاج هدية تتمثل في تعهدي بنشرها ورقيا حتى يقرأها الأطفال وربما استاذ يعني تؤمن أيضا النشر الإلكتروني للقصة بحولها. رائعة جدا رائعة جدا. رسالة فيها عديد المعاني لا سيما يعني رقني في هذه القصة كيف تعامل الأبوان مع فشل ابنتهما مع فشل الطفلة التي استوعبت الدرس وكان يعني كان ذاك اللين يعني الأبوان كان في لين منقطع النظير بالتسامح واللطف وهدوء ودفء ولكنه كان ذا أثر عميق في نفس الطفلة. لطف ونصيحة في نفس لطف ونصيحة ويعني أجدى نفعا هذا اللطف نعم. وهذا اللين أجدى نفعا حيث استوعبت الطفلة الدرس وتمكنت من القفز إلى المرتبة الأولى في قائمة الناجحين جميعهم. نعم وأيضا إن شاء الله يكون لها تأثير في نفوس المستمعين من حيث استخدام الهواتف وجميع الأجهزة التقنية الحديثة ورجاء يعني حتى الحديث مع الأصدقاء على الفيسبوك نعم. يكون فيه فائدة لا يكون تافه مجرد مضي على الوقت هكذا. ميسا أيضا بحكمتك يبدو أننا وصلنا نعم إلى نهاية وصلنا الحصة. إلى النهاية للأسف وكنا نود أن نقضي معكم وقتا أطول لكن نحييكم جميعا الأستاذ عبد المجيد فرحات والمبدع ريتاج طرابلسي والأستاذ نوفل الشرطاني والأستاذ ضياء فجرية من أمام الأجهزة التقنية وميساء بن من أمام راديو من أمام مسطح راديو الحياة فهم. نقول لكم جميعا فقط هي حكمة ختامية النجاح يمكن أن يصنع الكثير من الفاشلين لذا حذاري من الغرور. أنا أبدأ.